مرحبا، اليوم راح نسوي سباكيتي الشجر أو الزو نودل، يلا ويايا. راح نحتاج أشياء بسيطة، الشجر أو الزوكيني، وإذا عندكم سباراغس شويونة، وإذا عندكم بروكلي هاي اختياري، وشوية من البازاليا الحلوة تصير فريش شويونة إذا عندكم هذول. إذا ما عندكم مو مشكلة. نحتاج دجاج مقطع بهذا الشكل مربعات صغار، نحتاج جنجر، وشوية إذا عندكم طماطة مجففة، إذا ما موجودة هم ما يخالف، ما مو مشكلة، بس هاي كلها تعطي طعم طيب للنودل. وثوماية وحدة، وبصلاية، وخاشوقة نشا، وفلفل أسود، وصويا صوص، وزيت السمسم، وشوية سمسم، وملح. نحتاج هاي الآلة البسيطة، اشتريتها من تارجت، كل مكان موجودة، أبسط وحدة ورخيصة حيل. هاي واحد يستفاد منها باللي يريد يسوي فيجيتابل نودل. راح نقطع بس النهاية من هنا، وراح نحطها بهاي الطريقة. هسه تشوفون شلون تطلع نودل كلش بسيطة. طبعا هاي الشجرة شوية كبيرة، فتكفي مثل هي شجرتين فتكفي مال نفرين. هسه لو تشوفون هيجي، وراح استمر اني اسويها. واذا عندكم آلة لوخة كهربائية راح تصير طبعا بسرعة، بس اني ما احتاج لانه كمية ما عندي هواية، فاحتاج بس هذه موجودة بتارجت، وراح اكمل وياكم. هسه مثل ما تلاحظون اني كملتها، طاو شلون حلو صارت، كلها صارت خيوط مثل النودل. هذا راح اذبها، هاي ما تستعمل، بس الوسط مالت الشجراية وخلصت. هسه عيني راح احط النودل، زوكيني نودل او زو نودل او نودل مالت الشجر، راح احطها، راح نطلعها احطها هنا، وشوية اخلي عليها حتى ينشف المي مالتها، هيجي انشفها من المي حتى لا تذبل وتتقطع، بس انشفها من المي. قطعنا على الخضرة، هسه اقطع البصل والجنجر. قطع البصل، هسه نقطع الطماطة الناشفة، بس هسه نقطع الجنجر، أول مرة نقشر الجنجر مثل ما تلاحظون، وراح نقطعه. الجنجر كلش صحي فمفيد للصحة، فواحد دائما يستخدمه أحسن، بس لا تستخدمه هواية لأنه طعمه كلش حاد. هسه راح نثرم الثوم ناعم حيل. هسه البصل والطماطة المجففة والجنجر والثوم نثرمه، والخضروات نثرمه. هسه راح نفتح النار ونضيف شوية زيت الزيتون، وراح أضيف الدجاج وأخليه يحمس، وأضيف له سوري الأسود، ما أضيف له الملح، وأخليه إلى أن يستوي. بين ما يستوي الدجاج راح أسوي الصوص، أضيف النشا. إذا عندكم مي لحم أو مي دجاج يصير كلش طيب، أنا ما عندي. أضيف خاشوقة أكل زيت السمسم، وراح أضيف صويا صوص 3 خواشيق، ولازم تاخذون الصويا صوص لو صوديوم احسن، لانه تصير هذه ما تصير مالحه. وراح اضيف لها
الجنجر والثوم للصوص زين أيوة، وراح أخليها إلى أن كل النشا يذوب. أرجع لكم هسه مثل ما تلاحظون الدجاج استوى وحمس كله حمس لحد هسه. أنا ما حاطة ملح لأنه الصويا صوص لي نسبة ملح أحطه وأضل. هسه راح أحط شوية من الصوص هاي تشوفونها، هسه راح أضيف مو كلها، أضيف لها شوية حتى يشبع بيه، وبعدين أقلبه وراح أطلع من الطاوة. هسه بنفس الطاوة اللي سويت بها الدجاج راح أضيف شوية بعد زيت الزيتون، لا هواية، وراح أضيف كل الخضرة وانتظرها لحد ما تذبل بسرعة، تذبل ليها الخضرة ما تطول، وأضيف لها شوية فلفل أسود زين ثاني، وانتظرها لحد ما تذبل وارجع لكم. هسه مثل ما تلاحظون حمسوا الخضرة، هسه راح أضيف النودل بس أخليها تحمس شوية وياها قبل لا أحط الصوص. شوفوا شلون النودل حلوة شكلها حلو، أخلطها بهاي الطريقة حتى لا تتكسر كل النودل، بس تنحمس وتاخذ حرارة تاخذ طعم الخضرة زين عيني. هسه راح اضيف الدجاج، هسه بعد ما ضفت الدجاج وقلبتها شوية هسه راح اضيف الصوص اله. اول مرة اخلطه لانه النشا يتركز جوا فلازم اخلطه قبل لا احطه. هاي نظيفة، هاي الأكلة حيل صحية وتشبع. هسه راح أقوم أقلبها إلى أن أقلب بها إلى أن الصوص يثخن، النشا يثخن، وأضيف لها شوية سمسم خليها شوية تاخذ الصلصة وارجع لكم. هسه عيني تشوفون شلون صارت ريحتها حيل طيبة، خل اضوقها اخر شي. ماخذ الصلصة كلش طيبة، هسه راح اقدمها. سباكيتي الشجر او زونودو حاضرة ريحتها روعة، خلنا نضيف لها شوية بعد سمسم، كلش طيبة ريحتها حيل طيبة. راح أضوق هسه أني، هاي مفيدة للرجيم. أضوقها حيل طيبة، مش الدجاج كلش طيبة وتشبع، طعمها حيل حيل طيب روعة. ولا تنسون الإعجاب والاشتراك بقناتي، وألف عافية.